معروفة بأنها مراية الاقتصاد وأرقامها بتبين الوضع ماشي إزاي. عشان كده لما استقال طارق عامر من منصب البنك المركزي كل العيون ابتدت تبص على البورصة وتشوف إيه اللي هيحصل، هل هتخسر زي ما البعض كان خايف ولا لأ. وكانت المفاجأة أرباح 9 مليار جنيه. تعالوا نعرف إيه اللي حصل في بورصة مصر اليوم. أي جديد في البنك المركزي كفيل بأنه يقلب الدنيا بسبب طبيعته والدور اللي بيقوم بيه، خاصة أنه هو اللي بيحدد سعر عملة البلد يعني الجنيه. فما بالك بقى لو محافظ البنك المركزي نفسه استقال. بعد الإعلان عن رحيل طارق عامر الكل كان مستني يشوف المستثمرين هيستقبلوا القرار إزاي، واللي حصل أن الارتفاع كان صاحب الكلمة الأولى في جلسة البورصة، واللون الأخضر سيطر على مؤشرات البورصة المصرية، وكسبت البورصة المصرية 9 مليار جنيه عشان يرتفع حجم رأس مالها السوقي إلى 678 مليار جنيه مقابل 669 مليار جنيه خلال جلسة تعاملات اليوم اللي قبله. وحالة الارتفاع دي كانت مدعومة بمشتريات المستثمرين المحليين، ومن هنا البعض ابتدى يربط بين استقالة طارق عامر ومكاسب البورصة. فهل فعلا في علاقة بين الاثنين ولا دي مجرد تكهنات؟ محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية علق على الموضوع وقال إنه صعب جدا حد يأكد وجود علاقة بين استقالة محافظ البنك المركزي وارتفاع مؤشرات البورصة، وخصوصا ان تعاملات البورصة خلال الاسبوع ده ما كانتش مستقرة، لكن في الغالب اتجاه الارتفاع كان مسيطر على الاسهم عموما. كمان وضح ان اسهم البورصة كانت مرتفعة من بداية تعاملات اليوم حتى قبل الاعلان عن استقالة محافظ البنك المركزي. لكن اللي لفت نظر ماهر هو توقيت قرار استقالة طارق عامر، واللي تم الإعلان عنه قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية، واللي المفروض هتحسم سعر الفايدة خلال الفترة الحالية سواء بالرفع أو التثبيت. عشان كده البعض اعتبره مؤشر سلبي وكان في مخاوف من تأثيره على أداء البورصة، لكن ده ما حصلش. بالعكس مؤشرات البورصة كملت صعودها. ورجع ماهر يأكد لتاني مرة صعوبة وصف أرباح البورصة خلال الساعات الأخيرة بأنها رد فعل إيجابي على رحيل طارق عامر عن منصب محافظ البنك المركزي. وبعد استقالة عامر الجميع في انتظار الكشف عن محافظ البنك المركزي الجديد وقراراته الجديدة، خصوصاً أن لجنة السياسات النقدية هتجتمع عشان تحدد سعر الفايدة زي ما قلنا. ووفقاً للقانون بيتم تعيين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، واستقالته تكون بقرار من رئيس الجمهورية. والمحافظ الجديد قدامه ملفين: زيادة الدولار بعد ما عدى 19 جنيه وكمان طلبات قرض صندوق النقد الدولي، فهل يعوم الجنيه تاني؟